هالو فيغاس جيسبر كو فوز علي بيان بما انه تم تحديد اجراء البكالوريا 2020 في الاسبوع الثالث من سبتمبر الو غادي نديكم نصائح واجدات ديجا انا كنت تابعتها في بكالوريا 2019 اولا كنت لغات اجنبيه تحصلت على معدل 14.73 كانت نقاط المواد تاعي كالاتي لغه عربيه 16 فرنسيه 13 انجليزيه 13.5 المانيه 16.5 فلسفه 9 تاريخ وجغرافيا 13 رياضيات 16.5 لغه علوم اسلاميه 19 تربيه بدنيه ورياضيه 19 maintenant غادي نوريكم لي شان يوتيوب اللي تعاونكم غايه في المراجعه تاع في المراجعه تاعكم للبكالوريا اولا في العلوم الاسلاميه اللي تحصلت فيها على 19 على جال هاد لاشين يوتيوب تاع الاستاذه بوسعادي تمد من الملخصات تاعها كما هي من تشرح الدرس دير مخططيتو درس كيما هكا تابعتها حتى ولات ديريكتومون في راسي الوغ هادي لاشين غير تبعوها باسكو غادي تعاونكم بزاف في الاسلاميه ما تمد ملخصات شابين ودوك تفهموها وما تركزوش غير على الحفيظه لازم تفهموا لازم تفهموا اكثر اما بالنسبه للغه الفرنسيه تعاونكم هاد لاشين اللي اسمها لا تيوب كنت انا ديجا فابل فيها مي تفهم غايه دون اللي عنده فراسه اللي عنده باز متينه في الفرنسي بينما غاديش يدير تيكس هيستوريك غادي يدير لابيل ولا لارغومونطاتيف اللي طاح واللي فابل غادي يروح ديريكتومون للتيكس هيستوريك ليسونسييل هادي تفهمكم غايه ميم لي فابل يفهموا غايه ويدو دي نوت نورمال اوكي اما بالنسبه للرياضيات كنت ديجا تابعت الاستاذ نور الدين يفهم غايه وميم حل لي سوجي د باك كون ديريكتومون الاكزرسيس لي حله نحله ديريكتومون موراه مور لا فيديو نحله ديريكت اون بريفيرونس المراجعه النهائيه تاع الرياضيات وتاريخ الجغرافيا خلوها مع لا فان باسكو تتنسى سورتو الرياضيات تتنسى دوك الحسابات وكاع لقحتها مع التالي باه ريفيزوهم داكوغ اما بالنسبه للتاريخ والجغرافيا كنت ديجا تابعت هاد لاشين تاع الاستاذ عبد النور خليفي اكزاكت يفهم غايه ويمد دي زاستوس والتاريخ والجغرافيا ماشي حفيدة فهمة ديجا التاريخ شغل قصة شغل قصة نفهموها شعصرة شعصرة اكسيتوغا مام الجغرافيا نركزو نديرو فهمة مام هادوك تاع الوحدة الثانية تاع القوة تاع الاقتصادية هادوك تاع اتحاد اوروبي تو مام بخاص قاع يتشابهو العناصر تاعهم هذا يمد لي زاستوس غاية ومام يفهم غاية اوكي سي الوغ تبعوه وخلوا قلنا ايسوار جيو المات مع التالي باسكو يتنساو بون بالنسبه لاشين يوتيوب اللي تابعتها عام اللي فات اسمها ايدوكاسيون لغوات اونغلي وسنا البيست فريند تاعي حلت شان يوتيوب اللي هي انجلش ويد زوزو عندها امكانيات غايه في الانجلي وتقدر توصلكم معلومه ميم باسكو في نفس لاج تاعكم تقدر توصلكم المعلومه الوغ تبعوها وميم في لي كومونتير قولوا لها شمال لي لوسون اللي خاصينكم تفهموهم ميتو داكوغ اما بالنسبه لالمانيا بيان سور كاين لاشين تاعي راهي غادي تعاونكم ديجا راه فيها كلش الاحتمالات الفوكابولار الغرامير اون كا خاص كاش حاجه ولا ديروا لي في لي كومونتير شو ولا الفيديو اللي راه خاص باه نديرو كانوا هادو هما لي شان اللي كنت ديجا انا تابعتهم في البكالوريا 2019 جيسبر يعاونوكم اخيرا بغيت نقول لكم بلي هاد المده اللي طاوها لنا طويله بزاف وتقدروا تستغلوها لي فاكونس ولا قرايه او ميم طون باسكو بزاف طويله كاين اللي ديجا قرا وكاين اللي مازال كاع ما يبدا الوغ عنده الوقت اللي يبدا دروك باسكو 3 موا ولا 4 موا تقدروا توصلوا فيها وديروا فيها كلش اي ما تعبوش روحكم زعما تقراو او موا 2 اور 3 اور بار جور ماشي H24 قرايه باسكو راسكم يايا اي اون بريفيرونس 80% اون بريفيرونس تكون فهامه و 20% حفيظه لازم فهامه تكون اكثر من الحفيظه ما في الاسلاميه ديجا اللي هي ماده تاع حفيظه تلقاو في الباك كنت تشوفوا باك 2019 سوجي تاع فهامه وسوجي تاع حفيظه اللي ما يكونش فاهم ما يتكش يجاوب على واحد الاسئله الو فهامه سي امبورطون اكثر من الحفيظه جونغ كيما البيروكي غيعاود يحفظ بلا ما يفهم الو اي حاجه لازم انجستروها في راسكم لازم تكونوا ديجا فاهمينها شيلا وشو اللي المعنى تاعها ايتو لازم تكون كلش فهامه ومام بغيت نهضر على حاجه هذيك تاع الانانيه ايتو شغل واحد عنده معلومه ولا ما يبغيش يمدها لوخد اخر جونغ هاد الطبايع ما يوصلوش كاع اصلا حاجه اللي يكون باغيها جامي يوصلها على جال دوك الطبايع تاع الانانيه الوغ يفو بارطاجي افيك فو زامي ايتو
اي حاجه نعرفوها نوروها لوخت اخرين. بون ميتنو غادي نقول لكم السر تاع اي بكالوريا يندار كيفاش يديروه. يقدبوا الخمس سنين قبل، خمس سنين قبل 5 ans avant par exemple 2020 فاش غادي يندير من 2015 ولا 2014 كاع هذوك لي سوجي غادي يدو منهم عاد باه يكونوا سوجي. الوغ في كاع المواد تحلوا لي سوجي تاع 5 ans avant، خمس سنين قبل تحلوهم من 2015 وتحلو تحلو تحلو. ايا غادي تريماركو ميم غادي مي تشوفوا 2019 تروحوا ل 5 ans avant غادي تريماركو بلي داين منهم. يكتبوا هذوك خمسه تاع لي سوجي يدو منهم ويديروهم سوجي واحد في كاع المواد تتابعوها داكوغ. ميم انا الاحتمالات اللي حطيتهم في الباك تاع الالمان ماشي غير هكا، كنت ديجا منهم شوف. الوغ دوكا وصلنا لنهايه الفيديو، كانت هذه هي النصائح والارشادات اللي قدمتها لكم من اجل البكالوريا 2020. ان شاء الله كلكم ناجحين، اي ربي معاكم. Auf Wiedersehen. Tschüss.